السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديرو هاد البندانة اللي فيها هاد الزواقة زوينة، وغنصاوبو حتى الصبايات ديالو. غادي نستعملو صوفة، انا عندي صوفة ديال الكيلو، غنستعملها على جوج خيوط، وغنستعمل كروشي رقم 6، وخصني مخص وخصنا الإبرة. اذا غادي نبداو على بركة الله. اول شيء غنبداو به، غنبداو بالعقدة، هذيك العقدة اللي كنبداو بها باش كنصوبو الكروشي، باش كنديرو فيها الكروشي. فوالا، كنتنيها ني هكا، ونجبد نخشي داك الخيط الصغير هكا ونجبدو، صافي عقدة سهلة. وكنجبد الخيط، صافي هي ولات عندي العقدة، غنخشي فيها الكروشي. دابا غادي نديرو سلسلة. كيفاش كنديرو سلسلة؟ كنلوي الخيط وكنجبدو لداخل وكندير عين. اذا ولات عندي سلسلة، غنعاود يعني نلوي الخيط ونجبد سلسلة. هكذا باش كنديرو سلسلة ديال البداية. نلوي الخيط نجبدو، نلوي الخيط ونجبد عين، صافي ها هي كتولي عندي لتحت سلسلة. غادي ندير 12 باش غنصاوبو البوندو، وخاصني 12 سلسله، 12 سلسله. وفي الاخر غنزيد وحده ما غنخدمهاش، هذيك غير باش كنبقاو ندورو. دائما غنبقاو نديروها دائما في الاول السطر، غنبقاو نديرو سلسله وندور. غنجي العين الاولى، هذيك العين الاولى غادي نخشي فيها الكروشي ديالي، ونجبد الخيط، غنجبد الخيط، غتولي عندي جوج عيون فوق الكروشي، وغنطيح هذيك اللي كانت فوق الكروشي، هذيك غرزة المنزلقة. في السلسلة الثانية غنديرو غرزة نصف عمود. كيفاش كنديرو ليها؟ كنخشيو الكروشي في العين، وكنجبدو الخيط، وكنعاود كيوليو عندي ثلاثة العيون فوق الكروشي. غنلوي الخيط، ناخذ الخيط ونجبد ونطيح هادوك كاملين الثلاثه العيون اللي كانوا عندي فوق الكروشي. هذه هي نصف عمود. اذا هاد الزواق كتمشى غرزه منزلقه، واحد العين فيها كنديرو منزلقه، والعين اللي حداها كنديرو غرزه نصف عمود منزلقه. كنبداو بها اول سطر، واللي حداها كتكون نصف عمود منزلقه نصف عمود، والاخر كنكملو السطر ديالنا كنديرو غرزه نصف عمود في الاخر. اذا كنبداو بمنزلقه ونكملو بنصف عمود. اذا ها هي دائما الطريقه ديال غرزه نصف عمود، غنمشيو هذا السطر كله هكا. نصف عمود نطيح، كننزل هادوك الغرز كاملين. دابا السلسله الاخرى غندير فيها منزلقه، شفتوها منزلقه، نصف عمود، السطر الاول ديما كيكون شي شويه صعيب، دونك كنديرو مع الخاطر حتى كنصاوبو. كنقول ان منزلقة نصف عمود، منزلقة نصف عمود، منزلقة نصف عمود، تنكملو حتى الاخر. العين الأخيرة كنا تتكون فيها نصف عمود. كملو هكا السطر كله. انا وصلت العين الاخرى، بقات لي وحده، اذا غندير فيها نصف عمود. تحاولوا مع هذيك لان شي شويه كتكون قاصحه صعيبه العين الاخرى، نحاولوا معها بشويه وغادي نصوبوها ان شاء الله. ها
نوي الخيط ونطيح هذوك العيون بثلاثة في مرة، هذه نصف عمود اذا. وغادي ندير سلسلة باش غندور. شفتوا دابا شنو عطاتنا النتيجة هذا العمل ديالنا كيفاش جا. اذا دابا غندير سلسلة وغندير سلسلة وندور العمل ديالي باش غندور. اول وحدة قلنا غنديرو العين الاولى غتكون منزلقة، انتما ردوا البال هذيك راه شتي كيفاش كيكونوا فينا هما دابا العيون ديالنا. ها انتم شوفوا شتي ها هما فين كيبانوا السلسله، فين كتبان راه كتدوري شي شويه باش كتبان لك السلسله، كدوري العمل ديالك حيت الا خليتي غير هكا بحال كتشوفي اللور راه غادي تبان لك السلسله فين كاينين، فين غندخلوا الكروشيه ديالنا. هادي خصنا هاد السطر ردوا ليه البال، صافي هذا مهم. شتي كنجي تحت هادوك هذا العيون وكنخشي الكروشي وكنجبد كندير المنزلقه اللي حداها فينا هي، راه الا درتو هكا كتبان لكم بحال راه عين ولكن خصك تشوفي الفوق. دابا ملي كتقلبي بحال كتدوري يدك شي شويه، لا ماشي تتبان راه شتي هاد الثقيبه تما فين غنديرو، تما تحت هذيك السلسله غنخشيو نديرو نصف عمود. يعني جبدت الخيط وغادي ندير باش ندير نصف عمود. هادو دابا خصكم تردوا البال فين غديروا الكروشيه ديالكم، لان ها هي العين ماشي هذاك الخيط، هذاك الخيط ما غاديش نقيسو حيت هذاك الخيط داخل في الزواقه، الا مسيتو خسر غتخسر لكم زواقه ما غاديش تجي زوينه. اذا هذاك الخيط اللي كيبان لكم بحال راه هو السلسله ديالكم، لا ماشي هو السلسله. انا هانتوما شتي في هذا الصباعيه البيضاء تيبان اكثر، تتبان رشمه اكثر. اذا ها هي السلسله ماشي داك الخيط، راه ماشي هذه هي السلسله شتي، ها السلسله راه الفوق تما. اذا كنخشي الكروشي ديالي وغادي ندير المنزلقه، البلاصه اللي تيكون فيها داك الخيط كنديرو منزلقه. مازال غادي نشوفو ان شاء الله. تما فهاديك البليصه دائما كتشوفي الفوق فينا هي الغرزه وكتخشي تما، غنديرو نصف عمود. هذيك اللي حداها داك الخيط تما غنديرو منزلقه، ماشي هذيك هي العين شتي، كتبان بحال هي هذيك السلسله ديالنا ولكن لا، السلسله ديالنا راها الفوق. اذا هذه اللي خصكم تردوا ليها البال في هذه الزواقه، باقي سهله بسيطه جدا باش نديرو هذا البوندو ونديرو هذوك القفازات. فوالا لقيت الكلمه القفازات، باش نديرو دوك القفازات اللي ما فيهمش الاصابع اسهل ما يكون. عندكم هاد السطر تعرفوا ليه صافي، غادي تعرفوا داك الساعات كيفاش تخدموا كل شيء سهل، كتجي زواقه زوينه مزيانه وسخونه. نصف عمود مره كاينه منزلقه مره نصف عمود، قلنا كنبداو السطر منزلقه ولاخر السطر نصف عمود. دابا عندي منزلقه والاخرى غادي تكون فيها نصف عمود، دائما الغرزه الاخيره نصف عمود، وكنبداو السطر بمنزلقه. شفتوا؟ اذا دابا غادي نديرو سلسله باش غندور العمل ديالي وندير سطر اخر عاوتاني اللي غادا نبداه بمنزلقة. شتي فين كتبان السلسلة ديالنا شتو؟ اذا نجي الاولى منزلقة، هذاك الخيط ما نقصوهش، هذاك الخيط هذاك كيبقى هذاك كيبقى داخل في الزو في الرشمة، اذا هذاك ما نمسوهش. كدوري شي شويه بحال كدوري غتبان لك السلسله الفوق، هذيك اللي غادي تخشي الكروشي تحت منها شتيها كتبان، هذيك هي اللي غنخشيو تحت منها الكروشي. هذاك الخيط اللي جاي في تحت العمل ما تمسوش، لا هذاك لا لا، راه شتي فين غنخشي الكروشي، غنخشيه تحت السلسله تحت هذوك الاضلوع ديال السلسله، وغندير منزلقه. نجي الاخرى غندير فيها نصف عمود، شتيها فين كتبان، ولكن ملي كدوري العمل راه ما كيبان لكش مزيان، كيبان واحد
ثقب صغير، هذاك الثقب صغير تما غتخشيو الكروشي باش ما تنقزوهاش، حيت الا درتو غادي تنقزوه وغتمشي لبلاصه. شتي فين تيكون هذا الخيط؟ تما كتكون منزلقه. شتي فين كاين الخيط؟ هاد السلسله اللي فوق منه كنديروها دائما منزلقه، اذا باش ما تغلطوش. منين كيكون هذاك الخيط الغرزه اللي فوق منه منزلقه، وهذاك الثقب الصغير اللي حداه تما كنديرو نصف عمود. نتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي، نكون قدرت نبلغ نوصل الطريقه. هذاك ما تمسش كما كنقولوا، كنعاود. ها هي السلسله فين غنخدم، وقلت لكم الغرزه اللي فوق من الخيط، فوق من داك الخيط اللي دايز، كنديروا فيها منزلقه. كان وحده منزلقه، وحده نصف عمود، والاخرى نصف عمود. دابا غادي نبقاو نخدمو. دابا حيت فيه 12 غادي تحسبوا كيفاش غادي نديرو باش نحسبوا داك البوندو اللي غنديروه. غادي دوروه، خصكم دوروا يدور على ودنيكم، يجي من قدام من الراس ويدور على الودن ويتسد اللور بلا ما يكون واسع، لانه واخا فيه ديك اللويه معليش ما كتاخدش مساحه كبيره. اذا غديروا بالضبط القياس ديالكم، شفتي واخا هذيك اللويه راه ما كتاخذش بلاصه بزاف، وما دابك الا كان شويه قابط على الراس باش ما كيبقاش يطيح، كيبقاش يتحرك. اذا منين غادي ديروا داك الدوره بهاد الخدمه، غادي نتلاقاو ان شاء الله. غتخدموا بنفس الطريقه اللي قلنا، نصف عمود غرزه منزلقه، ونصف عمود منزلقه، نصف عمود، حتى الاخر، حتى كتكملوا القياس ديال الراس ديالكم. دابا نكملوا هذا السطر، وفاش كنبداو السطر دائما كنديروا غرزه سلسله، كنديروا سلسله، كندوروا العمل، كنبداو بمنزلقه وكنختموا السطر بنصف عمود، وهكذا حتى كنكملوا العبار ديالنا. فاش كيكون هذاك الخيط راه تما كتكون منزلق. دابا انا كملت، ها هو القياس ديالي، خدالي 36 سطر، 36 سطر. اذا دابا كيفاش غادي نجمعوه؟ مني كنجي نقطع كنخلي الخيط شويه طويل باش غنخيط، باش غادي نخيط به. وكيفاش غادي نديرو؟ غادي نشدو هاد الجانب الايسر، غنتنيه على جوج، هاي هاي غادي دابا هكا، غادي شديه غتقبطيه هكا، غتنيه هاد الراس ديالو على جوج. الجانب الايمن نفس الشيء، وغنداخلهم مع بعضياتهم هكذا، وخصهم يكونوا قد قد، تنيوهم في النص باش تجيكم مزيانه. وغادي تشدو الخيط ديالكم وغادي تبداو تمشيو، وانتوما كتضربوا في هادوك الربعه الجهات، كتخشي ليبرا في ربعه الجهات، كتخيطي انت وكتضربي عين بعين، كتضربي هنا والعين تما وتجبدي، وتعاوتاني تخيطي وانت ماشيه، وانت كتضربي فيهم بربعه باش يتشدوا كاملين بربعه. صافي غادي نخيطوا هذا هكا، انت كتمشي معاه بشويه، انت كتخيطيهم كاملين، كتشديهم هكذا. كنمشي ونخدم، كنضرب بالبره وكنرجع باش كنثبت الخدمه ديالي. وهذاك الخيط اللي عندي شايط، داك الصغير اللي كنا بدينا به، حتى هو كندخلوه تحت الخياطه اللي كنصاوبو دابا، ما يبقاش باش ما يبقاش باين، ومن بعد نقطعو اللي بقى لنا شايط، هي كنثبتو كيما راكو كتعرفوا تخيطوا. صافي كنخيط هذيك، فوالا غنبقى قاعده معاها. شي شويه كيجي هذاك مع البراد الميكا، ماشي مشكل. منين غنسالي غادي نقلبو، منين تخيطي وتسالي قلبيه. ها انا دابا قلبته،
شفتي كيفاش كتجي هذيك الخياطة، كتجي داك اللوية القدام زوينة، كيجي الشكل الجميل ديالو، كيجي منظر آخر. نتمنى توصلوا ليه. صافا دابا غادي نبداو القفازات ديالنا. القفازات ما كاين ما سهل منهم، لانكم دابا صافي راكو عرفتوا الزواقه كيفاش دايره. اي كيجيو ساهلين فاش باش يدخلوا في اليد. دابا نتوما عارفين الزواقه، اذا غادي تجينا ساهله باش نصاوبوها. كيفاش غادي نبداو؟ انا غادي نبداها من الفوق، ما غاديش نبدا من الجهه ديال دوك غرز نصف عمود اللي بهذا الشكل، لا غادي نبدا من الفوق من جهه الزواقه ديالنا اللي درنا دابا، وهذيك هي الجهه الفوقانيه. اما الاخرى هذيك بحال الباندا ولا اللي كنديروا الحاشيه التحتانيه باش كتقبط على اليد. اذا انا غنبدا السلسله ديالي كنصوبها. شحال غادي ندير فيها؟ ما غادي نديرش، غادي نعبر على يدي، ما كاينش عدد محدد، كل واحد كيعبر على يده على حسب الصوفة، على حسب الكروشيه اللي انتم خدامين به. بالنسبة لي انا خدامة بكروشيه نمرة 6 والصوفة على 2، غادي نعبر على يدي، غندير السلسلة ونعبر على يدي ونشوف شحال غتعطيني من سلسلة. شفتي؟ وكنعبروا على الجهة اللي عريضة في اليد. ملي يكونوا جوج خيوط كتعد شي شويه كيفلت لك شي واحد، ها حيت مع الزربه وصافي باش ما طوالش الفيديو. فوالا كنبقاو غاديين غادا بالسلسله ديالي وكنعبر، انا ماشيه وكنعبر صافي. فاش كنوصل القياس كنحبس، ماشي ضروري تكون كبيره، الا كانت واسعه ما غاديش تجيكم زوينه، خاصها تجي قابطه على اليد وما تكونش راني مزيره بزاف. المهم الاعتدال، هيا ما كبيره ما قدي صافي نيشان. انا يا على هذا الحساب جاتني 20 عين، جاتني 20 عين، ولكن غنزيد وحده 20 عين هي باش كتجيني غرزه منزلقه في الاول. دائما عدد زوجي ديروه باش كتجيكم منزلقه في الاول وتجيكم نصف عمود في الاخر، وكنزيدوا واحد العين باش كندورو هذيك العين ما كنحسبوهاش. هيا دابا انا غنزيد عين وغنبدا الزواقه ديالي. غنبدا الزواقه، غنبدا بمنزلقه، هيا غنخلي وحده هذيك ما غنخدمهاش، وغنجي للثانيه وغنخشي فيها الكروشيه باش ندير منزلقه كما قبيله، كما درنا في البوندو نفس الخدمه اللي غنديروها دابا. منزلقه حداها نصف عمود وغنمشي السطر كامل. صافي اخر غرزه غادا تكون نصف عمود. غندير السلسله ديالي، غندير سلسله. اه منين درت هذا خصني نعبر. عبر شحال؟ واش هي هذيك مزيانه؟ دونك غندير سلسله وغندور باش عاوتاني ندير سطر اخر. وكنبداو السطر بمنزلقه حداها نصف عمود، وهكذا حتى لاخر السطر. دابا غادي نخدمو فوقاش، غادي نحبسو هاد الزواقه ديالنا مني غادي نوصلو لاخر ديال اليد ديالنا باش يبغي يبدا ديرها ولا شنو الساعد ديالنا. اذا غادي نحسبوا البوانيي، غنديروا هكا حتى غتعبروا حتى لفين بغيتوا الزواقه تبقى لكم، باش من بعد غنديروا ديك الحاشيه اللي شي شويه كتكون بحال الاستيك كتجبد شي شويه، هي غتعطينا اتساع. دونك ها انا دابا انا جاتني يمكن شي 13 سطر تمايا. دابا غادي نبدا هذيك السنطه. صافي دابا درت هذيك الجهه الفوقانيه، غندير السمطه. اذا شنو غادي ندير؟ غندير سلسله وغادا ندور كل غرزه عندي
غندير فيها غرزة عمود، غرزة عمود كتعرفو كنخشيو الكروشي كنجبدو كنطيحو جوج وعاود نطيحو جوج تانيين كل وحده. ما تنساوش هذيك الثقب الصغير اللي كنا كنديرو فيه نصف عمود، ما تنساوش. اذا حتى هو غديرو فيه غرزه، كل شيء غنديرو فيهم غرزه عمود، السطر كله غنمشيو به. غرزة عمود كاملة صافي، هانا درت كمل السطر الأول كنعبر. هاد خصك تعبري هاداك على حساب يدك، باش انا دابا باش كيجي هو لا زير نهار ما تقدريش تدخلي يدك، ما تبقاش تقدري تدخلي يدك فيه. اما انا ما نقصتش العيون، غير بدلت الخدمة باش تجمع شي شوية. ويمكن لك ديري كروشي بحال دابا خدمنا بستة، يمكن لك ديري خمسة باش تصوبي هاد الحاجية، باش كتجي شي شوية مجموعة بلا ما كنقصو لا العيون لا والو، حيت ولا نقصتي كتزير ديك الحاشية وما كتبقاش تقدري تدخلي يدك للقفاز. اذا على داكشي انا ما طيعتش. المهم يمكن لكم كاين حل، هو انك تديري كروشي اللي رق من هذا، مثلا انا خدامة بستة ديري خمسة ولا ديري خمسة ونص على حسب، ولا تقدري تطيحي تخلي عين من هاد الجهة وعين من هاد الجهة، طيحي واحد جوج العيون ما تخدميهمش وتكملي على العمل ديالك. الا بغيتي تنقصي الا بانت لك الحاشية كبيرة، انا شخصيا خليتها هكا جات مزيانة. دابا غادي نديرو هاد الغرزة ديال غرزة عمود، ولكن اون غولياف اللي طالعة، كتكون طالعة وحدة. الاولى درتها كنخشي الكروشي هذه بحال هكا، درت الاولى بحال هكا كنخشي الكروشي تحت الغرزه وتنخرجو من موراها وتنلوي الخيط ونجبد، وكيوليو عندي ثلاثه ديال هذوك فوق الكروشي كنطيحهم بحال غرزه عمود عادي. والغرزه الثانيه كنخشي الكروشي من التحت وكنجبدو مور الغرزه. هانتوما كتشوفوا، هانتوما شوفوا معايا مزيان، خشيت الكروشي الغرزه جات من التحت بقات لتحت، وغنجبد الخيط ولو عندي ثلاثه فوق الكروشي. اذا غادي نكملهم بحال غرزه العمود العاديه، كنطيح جوج بجوج. دابا هذيك سميتها اون غولييف، اون هو بغيد غولييف اون هو اي بغيد غولييف اغيغ، ما عرفتش سميتهم بالعربيه. ايا كندير وحده هكا اللي كتبقى غرزه العمود الفوق، غرزة العمود فوق فوقية هادي كيبقى الغرزة من الفوق والكروشي كيدخل من التحت، وكنجبدو الخيط وكنكملو بحال غرزة العمود العادية. والغرزة الأخرى كيدير العكس، كنخشيو الكروشي كتبقى الغرزة هي شو الأخرى، أنا غنخشي الكروشي والغرزة كتمشي من تحت الكروشي، كيجي الكروشي من التحت والغرزة كتبقى لتحت، شتيها كتبقى من اللي هي مجيت الكروشي كنجبد الخيط. على ربي نكون فهمتكم. المهم شوفوا مزيان في التصويره وغتفهموا، راه باين في الصوره شتي كيفاش كتجي. تجي زوينه هذه، كديرها في الحاشيه ديال التريكويات، الحاشيه ديال هكا شي حاجه اللي كتبغى بحال تكون الاستيك كتجبد. مني كنجبدوا الخيط صافي كنكملوها غير بحال غرزه العمود العاديه. دابا ملي غنقلب العمل ديالي كيبان ليا هذيك الغرزه اللي كتكون طالعه، هذيك هابطه، هادي هابطه، شتي كيبانوا، راه كيتبان وحده طالعه وحده هابطه. هذيك اللي طالعه كنخشي الكروشي تحت منها وهي كتبقى الفوق، وكنخدم كنجبد الخيط وكنخدم عادي. الاخرى اللي لتحت كنخشي الكروشي من تحت منها، هي كتهبط من تحت من الكروشي، شتي فين كتولي صافي وكنخدمها. المهم نخليكم تلاحظوا باش ما نهدرش بزاف، شويه تشوفوها نتوما شتي كيف كنخشي الكروشي.
كتجي الغرزة الفوق، غرزة هادوك اللي تيكونوا طالعين هما اللي تنخدموهم بحال هكا. والاخرى غنلوي الخيط، نخشي الكروشيه من تحت منها، وهي كتمشي الغرزة من تحت، هذيك شي كتجي داخله لداخل. صافي غادي نكملو، غنكمل هاد السطر كله بحال هكا. شتي طالعه هذيك الغرزه، نكملو السطر كله بحال هكايا، ونديرو الحاشيه على حسب العرض اللي بغينا. انا ما غاديش يبقى لي بزاف، انا عندي يمكن باقي لي غير شي سطر باش نكمل، ما غنديرش بزاف. نتوما على حسب واش الصفه رقيقه ولا كبيره، غديروا عدد شحال بغيتوا الباندا تكون عريضه، وغادي نكملو داك الساعات الخدمه. صافي منين كملت، ها انا كملت داك الحاشيه اللي بغيت، قطعت الخيط، دابا خص غادي نخيطوها. غادي صافي سهله من ابسط ما يكون، ما فيهاش تعقيد، وسهله سخونه وكتأدي الغرض، زعما حتى هي كتسخن وسهله، اي في امكان اي واحد يصوبها. دابا غادي نعبر، غادي نحطها على يدي ونعبر فين غادي نخلي الصباع الاكبر باش يبقى يخرج. غادي نخيط، ما غاديش نخيطها كامله، غادي نخيط نخلي الصباع الكبير كيخرج. اذا غادي نعبر فين غادي نخليه، وغادي ندير علامات هادوك، غندير هاد هادو اللي غيعلموا لي فين غادي يكون الصباع الكبير، باش ما نخيطش ديك البلاصه، باش نخليه فتحه تمايا. ماشي ما خصهاش تكون واسعه، الا كانت واسعه راه ما غاديش تجي شاده ليكم على يدكم، ما غتسخنكمش وغتبقى تطيح اصلا وغديرونجيكم. من الاحسن تكون قاطعه على اليد، قاطعه ديك الشيء راه كتبان بحال مزيره، هي راه ما مزيراش، راه غادي تدخل. المهم ما تكبروش بزاف باش ما يجيكمش واسع. صافي انا دابا درت العلامات ديال الاصبع الكبير ديالي منين غيبقى يخرج، وغادي نخيط هذيك البلاصه، غنخيط هاد البلاصه التحتانيه، نخيط تما ونخيط الجهه الفوقانيه، غنخلي ديك الفتحه ونخيط الفوق، وهذوك الخيوط غادي ندخلهم وصافي نصوب العمل ديالي ان شاء الله وحنا سالينا. فوالا الخياط كندير هكا، كنضرب كنخشي الابره في العي في داك العين في لي ماي باش تجي الخدمه نقيه. دابا صافي ها حنا كملنا العمل ديالنا، ان شاء الله تكونوا تقدروا تصاوبوه وتفرحوا بيه وفرحوا بيه بنياتكم. الى عجبتكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك، و الى ما كنتوش مشتركين مرحبا بكم، اشتركوا معنا وشكرا.